أداء المشاركين الأربعة لهذه الصالة، كل من الأستاذ مصطفى أبو عافية رئيس لجنة التحكيم، والأعضاء كل من الشيخ يوسف تطاح، الشيخ سيد علي إدريس، الأستاذ خالد شهلال ياسين، والشيخ عبد القادر رزق الله. نختم أكيد سهرة الافتتاح بحضور واحد من نجوم الفن الجزائري وصاحب الشخصية الفنية الهادئة والخامة الصوتية الدافئة، هو الذي بأدائه المتميز ينعش الروح ويطرب الأذن، يلقب به محبوب العائلات والشباب، وواحد من سفراء الفن الجزائري الأصيل وأغنية الشعبي. بتحية كبيرة نرحب بالشيخ مراد جعفري تحت تحيه. Yeah.
الساق اللي يتعبوا لقاو فيها بالإصلاح نحيي العيا بعد الصبر ما نخلي في الدماغ الغرمة اللي تحيطها فيها شي حكمة من الألم تجني يعني حيطه
يعطيني من الأسل سلسبيلا صلى الله على النبي وسلم عيد على أصحاب العلماء الصاحب عمر وعثمان أبو بكر انصار بي مع علي بوكاويلا I'm gonna be
الشهور احبتنا انتم ولكن لا تنسى سوستارا مع السلطان رجاليك يا ضرور سيدي عبد الرحمن يا لوالي والسيارة وعشت في القهوة لطوشي نعم دارا مع البلاد عيون وزن الطريقة نسيت نصرف
موعدنا غدا ان شاء الله مع 6 مشاركين والقاء شعري.